سبحان الله. شنتو فايت كنصوني عليه ما كيجاوبش. راه عيطو شي 4 ولا 5 مرات ملي كيف عيطتي تا كامل وانا كنعيط ما نايم كتنصوني على امجد الحقيقه كي خلي النهار الاول ومن دابا باش يعرف شنو كاين دوزتي عندو لا تسالي عاودي. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث العاجل والمستعجل من مدينه طنجه. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في حريق مهول اندلع باحد الاجرقينات احد المحلات لاحد المحلات التجاريه ميكرو شبر ميكرو شبر ميكرو اشبعات عملي واحد الحركه شنو عملي نسيتينا والو وسط الله. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا ماشي تما الماء ماشي مشكل بأس. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا حريق مهول اندلع باحد المتاجر التجاريه او المحلات التجاريه هنا بمدينه طنجه قرب اللي كتفصل ما بين مسنانة ومرجان بالضبط قرب مرجان طريق الرباط. واجد علاش شنتو كيعيط ليه كنتي تصوني عليه تقول راه عام الله كنقطع عليه هو كيعيط مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا احنا معكم هنا في هذا الحريق اللي اندلع باحدى المحلات التجارية بمدينة طنجة في طريق الرابطة ما بين او الحي الرابط ما بين مسنانة ومرجان طريق الرباط. الاسباب الحريق باقي لحد الان ما معروفاش يرجح ان يقدر يكون تماس كهربائي. باقي الاسباب كيف ما قلت لكم ما معروفاش بالضبط. باقي المحاولات ديال اخماد الحريق كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في. باغي يهضر معنا ساعة
السلام عليكم. السلام عليكم السيدي. شنو وقع بالضبط؟ الضوء عندي مزيان دابا؟ مزيان؟ ايوا شويه ما غاديش نشوف فيك مباشرة. تنظر ما جبتهمش. لا ماشي قاصين ماشي قاصين. دابا شوف دابا. واخا ما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اولا كنبغي نوجه واحد الكلمة الشكر، كنبغي نوجه واحد الكلمة الشكر للجيران ديالي، الجيران ديالي والناس الحومة كاملة. هاد الحومة هادي هاد الناس وقفوا معنا واحد الوقفة ديال الرجال، يعني كنضرب بها مثال انه هو نموذج اللي خاصنا باقي نحتفظوا به وهو التضامن. الحمد لله معود في هاد الناس وباين فيهم الحمد لله ما عندنا حتى شي اشكال مع شي واحد، مع شي علاقه خاسره ولا شي حاجه، ثبتوا على اننا معاهم مزيانين، وبالتالي ان هاد الناس مزيانين حتى الليل. علاش انا ما حاضرش في المحل؟ هاد ليكيب هادي ديال الدراري ديال الخدامه دواليد ولا الجيران ديالنا هنايا كاملين، وانا الناس الكليه اللي كيتقدموا من عندنا، يعني الحمد لله حتى واحد ما خلانا. هذا لا هذا ما يعني ما غاديش كنقول الله سبحانه وتعالى، الله يزيد يقويهم ويكثر من امثالهم ويعطيهم الخير ويكمل لهم ما تمنوا عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمه بغيت نعبر بها، وقبيله جاتني البك يا اخت، والله الا كنت كنبكي ما على هذا الشيء اللي وقع، ما على حتى شي حاجه الا على هذاك المنظر اللي شوف، اقسم بالله. اما ها السبب ديال الملابسات حتى لحد الان حنا مجهول. انا السيد اللي كنشرف على تسير المحل ما كاينش، الدراري اللي كاينين معايا ملي سقسيتهم قال لي ما عرفناش من الضوجه من ورا النبيرات، يعني ما بيننا وبين الحرشه كيفاش وقع الله اعلم. الضو ما تقطعش، ديجانكتور مركب مزيان، ديك النهار وقع لنا تيركويرات طاح ديجانكتور، يعني ما عندهاش مشكل. كيفاش وقع الله اعلم. ملي مشى الضو تلصق في واحد الشابه بيننا وبين مول الحرشه، وهو اصلا هو ماده شويه صعيبه، ما كتبغيش يطفى دغيا، ملي لصقت في العافيه كي صافي كيدير، ما بقيناش متحكمين. ولكن كما قلت لك الحمد لله حنا ما عرفناش الاسباب الملابسات، ما عرفناش بكل صراحه. داك الشيء اللي وقع هو وقع، والحمد لله على كل حال. لا انا كان خدام المحل، كان خدام يعني ما كان خدام، شويه الدخان كيشوف الدري شي حاجه بيضاء خرج من الداخل ما بانلوش كيفاش، شويه عاود رجع ما سميتو شي، طلعت العافيه ولصقت. ودابا الحمد لله راه سقطنا غير من هاد الطرف ديال برا، لا العافيه لداخل ما كايناش، ولكن لصقتنا غير في هاد المساحه اللي عندنا برا على برا، اما لداخل ما كايناش. هذا من جهه واحده اخرى، انا ملي عبرت انا على التضامن ديالنا كنزيد نعاود ناكد أن رجال الإطفاء جاونا، ولكن من بعدش أنا كنخلي السؤال واخا أنا عينا كنعيطوا، أيوا الناس كيعيطوا، يعني كان الحمد لله حنا كل خير في خير، ولكن كنستنكروا كساكنة دائما كيوقع نفس هذا المشكل هذا، وحنا كنستنكروه وكنقولوا الله يرحم والديك. اكاسي عينا ما نعيطوا، رجال الامن ما جاوش اختي ديالي، والناس الاطفاء، الناس الاطفاء ساعدنا كان عاد وصلوا، يعني طفوا هاد الناس الحومه هادو، الناس الله يجازيهم بالخير، تعاونوا على مع هاد السيد هذا على هاد المحل هذا، تما كانوش هاد الناس هادو، ما كانوش صافي الله يرحم والديك. كان المحل عيط تحرق كامل، كان عيط تحرق كل شيء، ماشي غير المحل كل شيء، يعني رجال الاطفاء جاو من بعد ساعه ولا ساعه ونص، تكلموا الامانه دا امانتو، هاد الشيء اللي كاين وقت الله ما كاينش الاصابات الحمد لله، ولكن تما كانوش هاد الرجال هادو ما كان غيكون والو، هاد الناس الاطفاء ما كاين والو. هذا التجار ديالنا اختي، هذا التجار ديالنا، اسمع هذا التجار ديالنا مسكين، ابتلاه الله بهذ البسيله، وطلبوا الله ربي يخلف له، هو عنده الماء هنايا مسكين، مستوكي الماء، ديك الماء هو اللي اعتقنا به فينا العافيه. رجال هاد الوقايه المدنيه جاو معطلين، نكونوا واضحين، ساعه وزياده، ساعه وزياده العافيه طفاو الرجال الدراري، ولكن كنشكروهم حتى هما، كنشكروهم كاين الحومه، هادشي اللي كاين. والسلام عليكم. شكرا.
البطل اللي دخل داخل اصاحبي البطل اللي دخل داخل اه هو واش صار خصينا دار معاك انا اول حاجه بعدا كنقول اول حاجه كنقول لخي يوسف الله يعاودك اخي بمحسن الله يعاودك بمحسن اخي فهمتي يعني الدري من البلاد عندنا الناس الطاطاره اللهم لك الحمد معروفين في طنجه ثاني حاجه بالنسبه للاطفاء جاوا معطلين ساعه ونص هذا المشكل هذا المشكل ساعه ونص هذا المشكل ديما كتكون اكسيدون كيجيو معطلين كتكون شي لعبه كيكون معطلين عندنا المشكل الروطار في المغاربه ديال دي ماشي في الباديه الحمد لله المغاربه كاملين اخو يعني السؤال لو انهم كريت الله ربنا ما يبقاش غير سنه الدرجه هذه الحمد لله المهم الناس الحومه الدراري الحومه راه معروفين المهم الدراري الحومه هما اللي راه معروفين الله يرحم والديك كنشوفو اختي العافيه هنايا فهمتي تسفت لنا ما عرفنا ما نعملو عيطنا له ما عرف له ما بقاوش كيجاوبو مور عاد تلقاو فينا الله انا كنتسنى بهاد قاود ويلي كنجيو جوات جالهم واحد التحيه وتا هما وقفوا معانا قول لي ماشي حاجه الله يديها الخير صافي هادي اللي هادشي اللي كان السلام عليكم وبما عز الدين الله يرحم والديك لا 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 المشاهدين متتبعي قناه شوف تي في كيف ما سمعتوا معنا استمعنا شهادات ديال الشهود العيان اللي كانوا هنا بمكان الفاجعه انا نقول عليها فاجعه حيت هادشي فعلا فاجعه وكذلك استمعنا حتى صاحب او مسير المحل هي فاجعه حقيقيه للاسف زعما اول حاجه حنا كنحييو رجال الوقايه المدنيه على المجهودات اللي جاوا انهم وبدلوها طبعا ولكن للاسف كيف ما سمعتوا معنا في هذا اللايف على لسان الشهود ولا صاحب المتجر ايضا اسمح لي اختي رجع شويه لوري فالوقايه المدنيه للاسف جات معطله تقريبا قدروا الشباب اللي كانوا هنا من ساعه ساعه ونص يعني تخيلوا هذا المحل حرق من ساعه ولا ساعه ونص هو كيتحرق المحل هانتوما كتشوفوا كيف رجع كامل الكحل مشى كاع داكشي اللي كان فيه زعما الله يعوض صاحب المحل وهو فينالمون كنقولوا الحمد لله لانه ما كانش خسائر في الارواح ما كانتش اصابات الحمد لله ولكن للاسف لا ربما لو انه جات الوقايه المدنيه بكري ولو جات طبعا المجهودات ديالها ما كانش ربما كان غيكون ديك الحريق صغير كان قدروا نطفيوه في ساعه لو اننا طبعا جينا في الوقت ديالنا المحدد وطبعا اطفيناه ولكن للاسف تم اخماد الحريق من طرف الساكنه والجيران هما الولا عاد بعد ساعه او ساعه ونصف تقريبا عاد التحقوا رجال الوقايه المدنيه اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو مكان الحريق هذا هو الدكان او البقال او الحانوت او المحل التجاري كل واحد شنو كيقول له هو هذا اللي تحرق هنا بمدينه طنجه وبالضبط من في الشارع المؤدي الى مسنانه اللي رابط ما بين مسنانه ومرجان ديال الطريق ديال الرباط اذا اسباب الحرق كما سمعتوا مازال غير معروفه الحانوت كان خدام عادي حتى شعل فيهم العافيه كما سمعتوا معنا قبل قليل على لسان صاحب المحل لربما يقدر يكون تماسك كهربائي ولا الله اعلم مازال حتى شي واحد ما عارف لا 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 مشاهدي متابعي قناة شوف تي في غنتوقفوا معكم هنا كنتم معنا في البث المباشر مدينة طنجة مع السلامة